إيران الآن مستعدة للقيام بهجوم كبير، أصبح الأمر واضح ولا خلاف ولا شك في طبيعة التحليلات وما ممكن أن تفعله إيران. لكن إسرائيل من جهة أخرى قالت بأنها مستعدة للدخول بحرب شاملة ضد إيران، وأبلغت إيران بهذه المسألة عبر العديد من القنوات الدبلوماسية. هل تعتقد أن الرسالة الإسرائيلية ستفهمها إيران وممكن أن تتراجع شيء ما عن الهجوم الذي تنوي للقيام به؟ أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللمشاهدين الكرام. إيران ترغب بأن تقوم بعملية عسكرية ضد إسرائيل، ولكنها تعلم جيدا أنها إذا قامت بعمل عسكري مباشر ضد إسرائيل فهذا يعني نهاية النظام في إيران. إيران لا تريد أن تتخلى عن نظامها الذي بدأ سنة 1979، وتعتبر بأن كان الولايات المتحدة وإسرائيل أن يغير النظام في إيران. لذلك بدأت إيران منذ ذلك الوقت بتأسيس تنظيمات في المنطقة لكي يدافعوا عن مصالح إيران ولكي تستعملهم إيران عند الضرورة. هذا ما حصل فيما يتعلق بحزب الله في لبنان، الحوثيين في اليمن، فصائل المقاومة في سوريا والعراق، كذلك في الأردن. إذن إيران مصلحتها الأولى تكمن في الحفاظ على النظام الإيراني. إذا ما قامت بعمل عسكري مباشر ضد إسرائيل أو ضد القوات الأمريكية فهذا قد يستدعي إلى تغيير النظام في إيران، وهذا ما لا تريده إيران.